أعراض نقص فيتامين د لدى الأطفال. يعتبر نقص فيتامين د من المشكلات الشائعة لدى الأطفال، وقد تتعدد الأعراض التي قد تظهر عند الأطفال في حالة نقص هذا الفيتامين. ومن أبرز هذه الأعراض: 1- ضعف النمو والتطور العظمي. 2- ضعف العظام والأسنان. 3- زيادة الإصابة بالعدوى والأمراض المختلفة. 4- الإصابة بالألم العضلي والتشنجات. 5- الإصابة بضعف العضلات. 6- زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. 7- زيادة خطر الإصابة بالسكري وأمراض الغدة الدرقية. ومن المهم التنويه أن هذه الأعراض قد تختلف من طفل لآخر، وقد يظهر بعضها بشكل واضح في حالات النقص الحاد، في حين أنها قد تكون غير واضحة في حالات النقص الخفيف. لذلك ينصح بإجراء فحص دوري لمستوى فيتامين د في الجسم لدى الأطفال.